وكيف ما تلاحظوا معنا هذا هو الموقع ديال الخدمات ديال النارسة. كاينين 4 تاع الخدمات: المصادقة على المركبات بشكل منفرد، خدمة المركبات، مراقبة التقنية للمركبات، وعندنا رخصة السياقة، وعندنا البطاقة الرمزية. غادي نمشيو الفحص التقني، غادي ناخذو هذه الثانية، توفر على دراجة بالمحرك، نديرو التالي، من بعد نديرو رقم البطاقة الوطنية، الاسم الشخصي، الاسم العائلي، الهاتف، البريد الإلكتروني والعنوان. نقدر نعمرهم إما باللغة العربية ولا باللغة الفرنسية، باش ما عمرتهم ماشي مشكل. بعد تنديرو العنوان، ولا لقيت التجاوب مزيان، عفوا لقيت التجاوب مزيان، غادي نشوفو كاملهم النقط اللي هضرت عليهم في الأول بأربعة، وكل حاجة بوحدها بالتفصيل. الإطار الحديدي تتخذ هنا الإطار الحديدي، من بعد تمشي ديال الإقليم أو العمالة. هنا عندنا مراكش، رقم الإطار الحديدي التالي، عاوتاني تستي مراكش الإقليم أو العمالة، فين كاين نتايا. تيطلعو ليك هاد الإختيارات هادو كاملهم، هادو المراكز اللي كليكيتي عليه غادي يعطيك فين كاين، كل واحد غادي يقول لك فين كاين، وانت على حسب فين ساكن. هذاك الشيء اللي عندك في لاكارت ناسيونال، المركز اللي قريب لك هو علاش هو اللي تاتي المكان. هيا هادو كاملهم المراكز اللي كاينين في مراكش، اي مركز كليكتي عليه غادي يعطيك السميه ديالو والعنوان ديالو فين كاين. اجل انا تنقلب على هذا اللي قريب ليا، المركز اللي قريب ليا، نقلب على السميه ديالو واش عرفتها. غادي نبدا نضغط على الخطا، هذا بعيد شوفو، أساسيك تنمرة ديال الهاتف ديالهم تا هما، شفتي بغيتي تتواصل معاهم، سميت المركز والعنوان ديالو، المركز والعنوان ديالو، تا أصلي، هدا في التوجيهات، هدا قريب، هو لي قريب ليا، وأنا شريت الحد، صافي تنختارو، تنديرو التالي. هنا تعطيك الايام اللي خاوي عندهم، وهنا تعطيك هنا التسعود، ولكن تحدد لك الوقيته في حد يخرج لك الرونديفو. غادي نشوفوا المرحله فين، بس كليكي هذوك اللي بالحمر بينا راه خوذين هذوك الرونديفويات، هذاك بحال السبت والحد ما تيخدموش تيهم حمرين. المهم تنعاودو نديرو الثاني، اجل تنكليكيو الثاني، التالي، هاهما هو تعطيك الوقيته والنهار والمركز شكون هو ولا فيزيت تكنيك. وافق تقرا هاد الشروط، هذا الاحكام والشروط، وافق عليهم، تضرب هاد الكابتشا، تعيشو كلي بواتير تستي السيارة، تمام، دير فاليدي تأكيد، نعم. دابا انت خديتي رونديفو، تم الحجز الموعد بنجاح، تتمشي من بعد الايميل، تيصيفطولك داك الايميل اللي درتي، إلا مشيتيش فاليديتيه من مدة 30 دقيقة، راه تيمشي، ما تيبقاش. ما تيتاخدش هذاك رونديفو، خصك تمشي للايميل فاليدي، الا ما داش عندك في الايميل ما فاليديتيش في الايميل ما غاديش يتفاليدا. هذه المرحله الاولى تتفاليدي في الايميل،
ندخلوا الايميل ديالنا. شوفوا شوف السبام ولا شوف انا راه هو السبام شتي هو لقيتو في السبام رسائل غير مرغوب فيها. ها هو هذا يجي يقول لك 30 دقيقة إلا ما فاليديتيش. دابا أنا فاليديتو هنايا في البلاصة. المهم هو هذا ها هو عطاه لك تدير طبع اوكي تعطيك هذا البي دي اف هذا وتتخرجو. كيف تتخرجو؟ تمشي للمركز اللي قريب لك اللي هذا اللي درتي غيكون قريب لك ما يجيش تكون كاع شي ربع ساعة بيناتك. تمشي ليه وباش تأكد المواعيد 24 ساعة قبل شتيها كما تلاحظوا 24 ساعة قبل حلول المواعيد تمشي تتأكدو. عندنا هذا الموعد هذا مع 6 دولار وما تنساوش تدعمونا بلايك وجيم وبارطاجيو هذا باش يتعم المنفعة للجميع. ولا يعجبكم وصلوه 500 لايك ونطلع تحنا ان شاء الله غادي نديرو البطاقة الرمادية ونديرو رخصة السياقة ونديرو كاع الانواع اللي كاينين هنا. المهم تقريبا بحال بحال ونزيدكم معلومات واحدة اخرين ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.